مساء الخير، مرحب بكم جميعا في هذه الأمسية، اليوم الأربعاء التي نقيمها بشكل دوري تقريبا كل أيام أربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن، والأمل أيضا أنه نضيف عليها، وهو ما بدأ عمليا من شهرين بمطلع كل شهر أن يكون معنا ضيف من المنطقة العربية ومتحدث من المنطقة العربية. كان كما تعرفون من شهرين الموضوع عن سوريا، ومطلع هذا الشهر في أكتوبر كان الموضوع عن مصر والصراع العربي الإسرائيلي، وإن شاء الله الشهر القادم بعشرة نوفمبر هيكون الموضوع عن أثر الصراع العربي الإسرائيلي على أزمات لبنان الداخلية مع الأستاذ كمال شتيلة رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني. فإضافة إلى ندوات مركز الحوار الدوري في منطقة واشنطن، وإضافة إلى هذه الأمسيات التي نقيمها الآن أونلاين تقريبا بشكل أسبوعي أيام الأربعاء مساء، هنثبت إن شاء الله أنه بمطلع كل شهر يكون معنا ضيف من المنطقة العربية، لكن اليوم حيكون لهذه الندوات الخاصة بالمنطقة العربية، سيكون أيام أحد على الساعة 4 بعد الظهر توقيت واشنطن ليتناسب مع توقيت المنطقة العربية. فهنستمر يعني في هذه الأمسيات أيام الأربعاء لمن هم يتعاملون مع التوقيت الأمريكي إن كان في كندا أو في الولايات المتحدة، والأمل أن ينضم إلينا في الندوات الشهرية والأمسيات الشهرية من هم أشخاص من المنطقة العربية قدر الإمكان. موضوعنا اليوم هو بالحقيقة يعني موضوع الساعة، لأنه يتعلق في هذه التناقضات اللي عم تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية في الأيام القليلة الماضية بشأن موضوع سوريا وقرار ترامب بسحب القوات من سوريا، لكن هذه كانت يعني كما يقال المثل رأس جبل الجليد فيما حدث في السنتين أو الثلاث سنوات الماضية من أيضا تناقضات رهيبة في التعامل مع السياسة الخارجية الأمريكية، وجدناها في أكثر من قضية وأكثر من أزمة. حنسمع تقديم لهذا الموضوع من شخصين إعلاميين نكون لكل منهما كل التقدير والاحترام لآراء اللي عندهم حول هذا الموضوع وأي مواضيع تاني. هنبدأ مع الأستاذ سعيد عريقات وبعدين مع الأستاذ عاطف عبد الجواد، لكن قبل ما يتحدث الأستاذ سعيد بس اسمحوا لي يعني أوضع نوع من التساؤلات إلى علاقة في هذا الموضوع، وهي عبارة عن مقدمة وضعتها في مقال سأرسل لاحقا للإحدى الحوار تحت عنوان أحجية السياسة الخارجية لترامب. التساؤلات هي: كيف نفسر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا، وهو الذي أعطى عمليا الضوء الأخضر لها لاجتياح الأراضي السورية المجاورة لحدودها؟ وكيف نفسر تصريحات ترامب عن سعيه لسحب القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط، بينما يعلن مسؤولون في البنتاغون أن عدد القوات الأمريكية قد زاد في هذه المنطقة 14 ألفا منذ شهر أيار مايو الماضي؟ وكيف يمكن فهم التزام ترامب بما نصحت به أجهزة المخابرات الأمريكية والمؤسسة العسكرية من عدم التسرع بتوقيع اتفاق مع كوريا الشمالية ومع حركة طالبان في أفغانستان، بينما لم يأخذ الرئيس الأمريكي بنصائح هذه المرجعيات الأمنية والعسكرية في مسألتي الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا؟ ثم كيف تهضم السياسة الخارجية الأمريكية هذا التناقض المتواصل بين مواقف ترامب الإيجابية من الرئيس الروسي بوتين منذ وصول ترامب للرئاسة، بينما يشترك الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس في المواقف السلبية من روسيا، ويؤكدون على ما تضمنته استراتيجية وزارة الدفاع البنتاغون من تصنيف روسيا والصين كخصمين منافسين للولايات المتحدة؟ ولماذا يقبل مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية هذا الاستهتار بتاريخ مواقف وزارتهم اتجاه القضية الفلسطينية منذ العام 1967، من حيث رفض الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وللجولان السوري وللأراضي الفلسطينية التي تقام عليها المستوطنات الإسرائيلية؟ فلم يجرؤ أي رئيس أمريكي ديمقراطي أو جمهوري في السابق على فعل ما فعله وما قام به ترامب من تبني كامل للسياسة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني بأسره. لقد نجح ترامب حتى الآن في تفكيك عزلة بعض خصومة أمريكا ككوريا الشمالية وحركة طالبان، وحاول أيضا إعادة روسيا لمجموعة الدول الصناعية وإنهاء بعض العقوبات ضدها، بينما ساهم في عزل الولايات المتحدة في عدة قضايا دولية
كاتفاقية المناخ، كالاتفاق النووي مع إيران، كموضوع القضية الفلسطينية، وتسبب في أزمات سياسية وتجارية مع حلفاء أمريكا الأوروبيين وكندا والمكسيك، وبالمحصلة لم تكسب أمريكا ترامب ود خصومها وخسرت الكثير من تضامن حلفائها. هذه فقط أردت أن تكون يعني مقدمة لمناقشة اليوم على هذا الموضوع، يعني كيف نفهم الآن هذه السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهل هناك ممكن يعني تحديد هذه السياسة تجاه قضايا وأزمات هي مشتعلة من ضمنها طبعا الآن الوضع في سوريا. خلينا نبدأ مع الأستاذ سعيد نسمع رأيه في هذا الموضوع، وبعدين مع الأستاذ عاطف، وثم نفتح باب المناقشة مع بعضنا جميعا. تفضل يا أستاذ سعيد. شكرا أخي صبحي، وأهلا بكل المشاركين في هذه الندوة. أولا طبعا أنا بدي أهني نفسي وأهني الجميع بالانتخابات التونسية، لأنه حقيقة أثبتت تونس أنها أولا تفرح القلب في انتفاضتها الأولى عام 2011، والآن في هذه العملية السياسية السلسة إلى حد كبير الخالية من العنف الحضارية بكل المعايير وبكل المقاييس، وبالتالي عندنا أمل. يعني أنا متفائل أنه إذا ما حدث في تونس قد يحدث في بلدان عربية أخرى، عندما يكون هناك حقيقة حركة شعبية جماهيرية أصيلة تسعى من أجل التغيير. وبالتالي تهانينا لتونس وتهانينا للجميع، ومرة أخرى أشدد على أنه عندنا أمل. نضم صوتنا جميعا إلى صوتك أخي سعيد، خاصة أنه قيس سعيد وليس سعيد، هو ليس قريبك يعني حتى ما. لا لا لا، قيس سعيد أعتقد. قيس سعيد هو أيضا من المدافعين والملتزمين بالقضية الفلسطينية وضد التطبيع مع إسرائيل بكل أشكال. أكيد، بس حتى يعني العملية السياسية نفسها تثبت أنه المواطن العربي قادر على التأقلم مع وضع ديمقراطي عندما تكون أصيل. ونذهب إلى سوريا، أنا لا أريد أن أعيد فتح كافة الملفات، ولكن حقيقة أخي صبحي وكل المشاركين، إذا نظرنا إلى كيف تطورت الأزمة السورية، نرى أنه يعني مثلا بدأت بالجنوب في درعا، مظبوط، على الحدود الأردنية، أنا بحكي عن العنف، وبدأت في الشمال على الحدود التركية في تلج سور، درعا وتلج سور، وبالتالي عامل العنف الذي دخل إلى من أولها إلى المحاولة السياسية، إذا كان هناك محاولة سياسية، وإذا كان هناك بالفعل مواقف أصيلة، وأنا متأكد وأنا عشت في سوريا وأعرف سوريا وإلى آخره، ولدي خبرة طويلة سواء مع المخابرات السورية أو مع الرفاق السوريين في المقابل، فلدي تجربة. لكن أنا شعوري ومعرفتي بعد هذه السنوات الثمانية المؤلمة جدا جدا في سوريا، إذا ما عدنا إلى تلك الفترة نجد أنه عندما قام البعض بقنص وقتل المتظاهرين، قاموا ووراهم هدف واحد، وهو إشعال سوريا وتدمير سوريا ودفعها وزج بها إلى أتون العنف. وهذا حقيقة مخطط كبير، مخطط ضالع في روبرت فورد السفير الأمريكي السابق، ضالع في MI6 الإنجليزية، ضالع في نيجروبانتي الذي إذا بتذكر نيجروبانتي هو الذي كان في هندوراس وخلق الكانترا، إذا بتتذكر هو الذي خلق الكانترا أيام حكم الرئيس ريغان واستطاع أن يخلق جيش، هو الذي أيضا ذهب إلى العراق وهكذا فعل. فإذا هناك وراء كل ذلك المقصود من قولي هو أن هذه الحرب السورية المؤلمة التي آمل أننا نقترب من نهايتها خطط لها. يعني الفرق بين ما حدث في تونس وبين ما حدث في سوريا كبير جدا، لأنه حقيقة المظاهرات لم تحدث في حلب ولم تحدث في دمشق، لم تبدأ
فيما بعد تطورت، وذهب روبرت فورد كما نذكر إلى حمص وإلى حما وإلى آخره، واستطاع أن يستغل مشاعر الناس، لكنها بدأت في المناطق الحدودية حيث بسهولة يتم تسريب وتسلل المسلحين من الأردن والسلاح أيضا ومن تركيا. إذن كان هنا هذا الدافع وراءها. الآن سعيد، لكن بهمني عفوا بس من أجل الوقت، يعني لو تتعامل فقط أصلي مع يعني الموضوع مش عن سوريا، أنا معك بس فقط يعني أنا نبدأ بالوقت الراهن. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب برغم كل تناقضاته هو صادق في مسألة أنه يريد أن ينهي هذه الحروب اللانهائية. نعم هو يريد أن يكون أن تكون الولايات المتحدة مهيمنة ومسيطرة، وأن يكون لها وجود، وأن تكون لها footprint قوية جدا ومعمقة في المنطقة، ولكن لا يريد أن كما قال لا أريد الشعب في كارولاينا الجنوبية اليوم عندما كان يتحدث عن ليندزي غرام، لا يريد أن يخوض حروب في الشرق الأوسط. وبالفعل كما قال ليندزي غرام يريد حروب مستمرة إلى الأبد، لأنه ليندزي غرام في نهاية المطاف يخدم المجمع الصناعي العسكري. أنا لا أقول أن ترامب لا يقوم بخدمة المجمع الصناعي العسكري ويخدمه، ولكن بطريقته الخاصة. وإذا ما سمعنا ما قاله اليوم نستطيع استكشاف مشاعر ترامب الصحيحة. عندما كان هناك لقاء مع الديمقراطيين وقال لهم أنتم تحبون الشيوعيين، وهو بذلك يشير إلى الواي بي جي أو القصد، مجموعة قصد الكردية والآخر، فهو يتحدث عن مشاعر مشاعره الصادقة بهذا الاتجاه. فهو شخصية رأسمالية ليس لديه موانع أو أخلاقيات كبيرة جدا في كسب المال وإلى آخره وريع المال، ويعادي مبدئيا وأيديولوجيا كل الأفكار الأخرى. ما يحدث في سوريا اليوم يدل على قرب نهاية الحرب في سوريا، وهذا حقيقة ما رأيناه في سرعة ملء الفراغ، ما يسمونه بملء الفراغ، سواء في عين العرب أو لقبت بشكل مجحف بكوباني، فهي بلدة عربية عين العرب، وكذلك المناطق الأخرى التي دخلها الأتراك. نرى أولا امتداد الجيش السوري إلى القامشلي وإلى الحسكة وإلى أماكن أخرى. أنا في تقديري نحن نرى قرب نهاية هذه الحرب، وأعتقد أن هناك أخي صبحي والآخرين هناك ربما اتفاق ما بين روسيا وبين تركيا. طبعا أنا أدين التدخل التركي والاجتياح التركي لأي أرض عربية بالتحديد لسوريا، لكن أنا في تقديري أيضا هذا ربما أن يكون دليل على أننا نقترب من نهاية الحرب وإعادة بسط السيطرة أو السيادة السورية على كافة الأراضي السورية ربما في بعض الاستثناءات. هذا واحد. اثنين، نرى أيضا نفاق الغرب، هذا الغرب الذي كان يدافع عن المجموعات المسلحة مثل الجيش المحمدي الذي اصطحب القوات التركية في السابق، ويسميهم بالمعارضة المعتدلة إن كنت تذكر، أو أكيد أنك تذكر المعارضة المعتدلة، وهي حقيقة لم تكن أبدا معتدلة. هم هؤلاء الذين يقومون بارتكاب الجرائم ضد الأقراب وضد المواطنين العزل اليوم، هم نفسهم الذين دخلوا إلى سوريا ومدوا بالدعم والمال من قبل دول عربية للأسف، ومن قبل دول النفطية، وكذلك بالسلاح والتدريب. الولايات المتحدة دربت مئات الآلاف في سوريا، مئات الآلاف وفق ما قاله نائب قائد الجيش الأمريكي قبل حوالي 4 أو 5 أعوام في مجلس النواب في جلسة مساءلة، وقال لدينا فقط حفنة منهم. فإذا باختصار حتى لا أطيل، وهو حديث طبعا قد يطول الحديث عن هذا الموضوع، ما نراه هو أولا تعبير عن الأزمة والارتباك الذي ألم بأصحاب والذين خططوا لمشروع تدمير سوريا ولمشروع الإطاحة
بالدولة السورية، لأنه تأكد تماما إذا ما عدنا إلى كلام هيلاري كلينتون وكلام باراك أوباما وكلام جون كيري، كلنا نتذكر أنهم قالوا على الأسد أن يذهب، على الأسد أن يذهب، كانت هذه الكلمة، وبالتالي هذه الحرب خطط لها للإطاحة بالدولة السورية والإطاحة بالمؤسسات السورية. وأنا في تقديري أن هذا المشروع فشل، سوريا تحتاج إلى فترة طويلة من الزمن للتعافي، ولكننا نقترب من نهاية هذا الكابوس المؤلم. وشكرا. شكرا لك أخي سعيد، ونسمع الآن من الأستاذ عاطف عبد الجواد. أمل يا أستاذ عاطف أيضا أنه يعني إذا أمكن التركيز على تفسير هذه السياسة الخارجية الأمريكية الآن، هل تستطيع تحديدها بالقول أنه هي تنطلق من كذا وتريد الوصول إلى كذا؟ تفضل. نعم تفضل أستاذ عاطف. أنا سأتناول ثلاث نقاط بتركيز وباختصار. النقطة الأولى التناقض ردا استجابة للأسئلة، بعض الأسئلة اللي طرحها الأستاذ صبحي، التناقض في سياسات وسلوك السيد ترامب في الشرق الأوسط. النقطة الثانية خطوط التسوية باتت واضحة في سوريا. والنقطة الثالثة المعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة في علاقاتها مع تركيا. الجزء الأول، النقطة الأولى، أعتقد أنه تفسير شخصية وسلوك وسياسات ترامب تعود إلى عاملين. العامل الأول هو أنه طبعاً نتحدث عن الشرق الأوسط بالتحديد، سياساته وسلوكه ناحية الشرق الأوسط. ليس هناك شرق أوسط واحد، وليس هناك عالم عربي واحد، ولذلك لا يمكن أن نتوقع سياسة أو سلوك من ترامب أو من غير ترامب واحد، كل حالة على حدة. فلا يمكن مثلا ونحن نرى الحرب الباردة بين المغرب والجزائر أن تكون هناك سياسة واحدة من البلدين. نحن نرى حرب باردة بين السعودية وقطر، نفس الشيء. لكن الجانب الآخر من تفسير تقلبات السيد ترامب في سياساته في الشرق الأوسط أنه مجموعة أشياء لا أعلم تماما إذا كانت كلها تنطبق على السيد ترامب، فهو رجل غير مؤهل لأن يكون رئيسا، إما ذلك وإما أيضا وبالإضافة لذلك أن لديه مشاكل عقلية. يعني إذا فحص عقليا لابد أن يكون هناك تشخيص في رأيي أنا. ثالثا، هو رجل يدير الرئاسة كأنها مشروع من مشروعات العقارات اللي أشرف عليها. ربما تكون كل هذه العوامل مجتمعة كفيلة بتفسير تقلباته. النقطة الثانية هي خطوط التسوية باتت واضحة في سوريا. أعتقد أنه التسوية ستتم بنشر انتشار القوات الحكومية السورية أو ما يسميه إخواننا السوريين الجيش العربي السوري، مش عارف ليه هم معجبين بهذه التسمية، بس ما علينا. القوات الحكومية السورية سوف تنتشر على الحدود التركية السورية على الجانب السوري طبعا، لتحل محل الأكراد بتعاون وإشراف روسي، بحيث أن تكون هناك في دوريات من الشرطة العسكرية الروسية جنبا إلى جنب مع القوات السورية على المنطقة، وهذا يضمن نهاية للعمليات العسكرية، نهاية للحرب في سوريا بصورة عامة، وأيضا نهاية للعملية التركية، على أساس أنه القوات الحكومية السورية ستقوم بتأمين الهواجس الأمنية التركية، وطبعا أيضا ستتيح الفرصة، تركيا ستتاح لها الفرصة بنقل حوالي 2,000,000 من اللاجئين السوريين المتواجدين في أراضيها وإعادة توطينهم في تلك المنطقة على الحدود السورية داخل الحدود السورية. إذن هذه الخطوط الواضحة، خطوط التسوية أصبحت واضحة اليوم بدخول القوات السورية إلى منبج و دوريات الشرطة العسكرية الروسية، والزيارة التي سيقوم بها
أردوغان لموسكو خلال الأيام القليلة المقبلة. النقطة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالمعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة وهي تتعامل مع هذا الموقف. نعم، الرئيس ترامب أعطى الضوء الأخضر للسيد أردوغان لكي يقوم بهذه العملية العسكرية، لكني أنا أعتقد أن هذا الضوء الأخضر أيضا كان عبارة عن الطعم ألقاه الرئيس ترامب للسيد أردوغان لتوريطه ماليا، سياسيا، أمنيا، تجاريا، اقتصاديا، على مستويات عديدة. والهدف من التوريط هو أنه ليس سرا أن الولايات المتحدة ترغب وتسعى إلى التخلص من السيد أردوغان بسبب توترات بين الجانبين. السيد أردوغان من وجهة النظر الأمريكية لمدة سنوات 5، يعني يكفي دليلا على ذلك ما قال وزير الدفاع الأمريكي قبل يومين، يوم الأحد بالتحديد، على شبكة CBS أعتقد، عندما قال أنه أعرب عن استياء شديد وانزعاج أمريكي شديد من السيد أردوغان، يعني لم يقل من الأتراك ولم يقل من تركيا، وإنما قال من أردوغان الذي وصفه بأنه يسبب إزعاجا وتوترا كبيرا لمدة السنوات 5 الماضية. نحن ندرك طبعا طبيعة التوترات التركية الأمريكية المستمرة كل هذه السنوات، والولايات المتحدة ترغب الآن في خلق في توريط السيد أردوغان بحيث تتقلص قاعدته الانتخابية في أي انتخابات تركية قادمة، سواء انتخابات رئاسية سواء انتخابات بلدية. شهدنا التقلص الانتخابي لحزب السيد أردوغان في إسطنبول وأماكن أخرى في الانتخابات البلدية. إذن الولايات المتحدة تفضل أحزاب المعارضة على حزب السيد أردوغان. جزء من المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة في تعاملها مع تركيا، وربما هذا شيء لا يدركه إلا حفنة قليلة من الناس، إنه الولايات المتحدة لديها في تركيا حوالي 50 قنبلة نووية في القواعد التركية المختلفة، وهذه القنابل النووية في يد تركيا على الرغم من أن الولايات المتحدة هي التي تهيمن عليها، لكن كون هذه القنابل داخل الأراضي التركية هذا يجعلها بمثابة رهائن رهينة وأدوات ضغط في يد تركيا ضد الولايات المتحدة. فإذن هذا جزء يفسر أيضا التقلب وعدم الثبات في الموقف الأمريكي من تركيا، مرة يشيد بتركيا ومرة يذم في تركيا، والحيرة في الرغبة في التخلص من السيد أردوغان، وفي نفس الوقت المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة في وجود هذا العدد من القنابل النووية داخل الأراضي التركية. وأشكركم كثيرا. شكرا لك أخي عاطف، وطبعا سنعود سعيد اسماعيل تعقيبات على ما قد نسمع الآن من المشاركين معنا في هذه الأمسية. لكن أيضا سمحوا يعني أنا بدي وجه نظر في أمام الموضوع، يعني السؤال هو عن هل هناك الآن سياسة خارجية أمريكية ممكن أن ننظر إلى أي دولة؟ صوتك مو واضح، صوتك أبدا مو واضح أستاذ صبحي. أوكي، خليني لكن أوضع على هلا أحسن. أوكي، كنت عم أقول إنه السؤال اللي هو مش عارف إذا كان اللي إذا الصوت واضح الآن، حتى كمل ما أتحدث بدون. أي نعم، واضح الآن بالنسبة لي. أوكي، كنت عم أقول إنه هناك يعني تساؤل دولي وليس على مستوى العالم ككل هو حول السياسة الخارجية الأمريكية، إنه هل هناك سياسة خارجية يمكن أن ينظر إليها ويتم الاعتماد على تحليلها والتعامل معها؟ جبت على ذلك إنه هالشيء مفقود في ظل إدارة ترامب. هذا أمر لم يحدث في إدارات سابقة يعني كالحال التي نشهدها الآن. ترامب حينما على سبيل المثال بموضوع سوريا قرر أن يسحب هذه القوات الآن بعد اتصاله مع أردوغان، لم يراجع لا المؤسسة العسكرية البنتاغون ولا أجهزة المخابرات ولا حتى حزب الجمهوري،
ووجدنا ردة الفعل من هذه القطاعات الثلاث بأشكال مختلفة، إضافة طبعا للديمقراطيين ولأجهزة الإعلام. الأمر نفسه حدث معه في مسألة الاتفاق الدولي مع إيران العام الماضي، حينما أيضا انسحب منه رغم مخالفة هذه المؤسسات لهذا القرار. وجدنا في مفاوضاته مع أفغانستان يصل إلى مرحلة دعوة طالبان أن يأتوا إلى كامب ديفيد قبل يومين أو ثلاثة من ذكرى 11 سبتمبر، وهذا كان يعني نوع من التكريم الكبير لوفد طالبان بأنه يلتقي معهم هو تحديدا في معسكر أو في مكان المقر هو كامب ديفيد. هذه التناقضات مهم التوقف عندها، لأنه في رأيي هذا يعني أنه لا تستطيع دولة في العالم الآن بما فيهم حلفاء للولايات المتحدة أن يقولوا أنه هذه السياسة الأمريكية هي كذا وأننا سنتعامل معها سلبا أم إيجابا وسنجد يعني كيف يمكن التصرف تجاه هذه السياسة. هذا الأمر مفقود الآن. أي سفير أمريكي في الخارج أنا في رأيي الآن عنده أزمة مع الدولة التي يمثلها. حينما تكون هناك على سبيل المثال قوات أمريكية في أماكن مختلفة من العالم، سيكون هذا المسؤول العسكري في أي مكان غير قادر أن يعطي بشكل حاسم الموقف الأمريكي، لأنه أيضا في رأيي لا يعرف إذا كان ترامب سيتخذ قرارا بسحبه أو بإبقائه، وهذا ما حدث في أماكن مختلفة. هذه أمثلة على ما هو يتعلق فيه الآن تناقضات السياسة الأمريكية. يعني أوباما حينما على سبيل المثال وقع الاتفاق الدولي مع إيران خالفوا الكونغرس، لكن لم يكن هذا القرار آنذاك بتوقيع الاتفاق مع إيران مخالفا لإرادة مؤسسات فعلة في الدولة الأمريكية اللي هي وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، أجهزة المخابرات. عم بعطي هالأمثلة لأنه في رأيي المهم أنه ندرك الآن أنه ليس هناك أنا في تقديري سياسة أمريكية خارجية، هناك مزاجية ترامبية تأخذ في عين الاعتبار أحياناً ما تريده هذه المؤسسات وأحياناً لا تأخذ به بالمثال الذي هو عن سوريا. وسؤال كبير، لماذا سوريا ولم يكن الأمر نفسه ينطبق على أفغانستان أو على كوريا الشمالية؟ لماذا أن تأخذ يعني رأي المؤسسات في موضوع ولا تأخذه في موضوع آخر؟ فهذا يعني أنه ليس هناك سياسة أمريكية الآن موحدة أولاً، ثانياً أن ليس هناك ثبات لهذه السياسة الأمريكية، وبالتالي سيكون هناك مزاجية مستمرة طالما ترامب هو في البيت الأبيض. لأن تفسير ذلك ممكن أن نعود إلى ما قاله الأخ عاطف والأخ سعيد، لكن أنا في تقديري ليست هي حالة مرضية عند ترامب بمقدار ما هي التزامات وأعطاء أولوية لمصالح شخصية عائلية مرتبطة باستثمارات إن كان في بلد كتركيا أو في غيرها، و باتفاقيات وعهود يعني نوع من الاتفاقيات السرية حتى حدثت، وكان يشرف عليها يعني كما تبين على سبيل المثال مع مايك فلين الذي عينه مستشار الأمن القومي، وكان هو الوسيط مع تركيا وكان هو الوسيط مع موسكو. فإذا عم نتحدث عن أنا في تقديري عن أزمة في التعامل مع السياسة الأمريكية، لأن تحديدا بالمثال السوري لماذا هذا الإصرار كان ترامب على الانسحاب؟ أيضاً أنا أؤكد على أنه هو جزء من دفع فاتورة للرئيس الروسي، لأنه سوريا تعني كثيراً لروسيا. هل يعني ذلك أنه هذا أمر أنا على سبيل المثال يعني شخص ضده؟ لا، أنا أجد الآن ما يحدث فيه سلبيات وفيه إيجابيات. أجد الإيجابيات يعني أهمها أنه فعلاً انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مهم، لأنه هذا يشجع على انسحاب كل القوى الأجنبية ولا يكون هناك هذه الحالة عملياً الاحتلالية لسوريا أو ما كان يراد كما كان يعرض الأخ سعيد في بداية الحديث من أهداف للحرب السورية. الأمر الإيجابي الثاني أرى أنه نهاية مشروع الكانتون الكردي في شمال سوريا، وهذا أمر كان أيضاً مطروح ومراهنة ليه للأسف يعني حتى من قبل إدارة أوباما وصولاً إلى الآن قرار سحب القوات الأمريكية. فهذه إيجابية ثانية مهمة. إيجابية الثالثة وطبعا هي مهمة وكان يتحدث عنها الأخ عاطف والأخ سعيد، وهي انتشار قوات الدولة السورية، لأن يعني بغض النظر عن نتحدث عن الحكم أو غيره، قوات الدولة السورية أن تنتشر في مناطق سورية وأن تكون هي مسؤولة عن الأمن في سوريا هذا أيضا مهم، وأن تكون هي مسؤولة عن الحدود مع تركيا هذا أمر مهم إيجابي أيضا علينا أن نسجله. هذه أمور حدثت كإيجابيات الآن في الأيام القليلة الماضية، لكن أيضا هذه الإيجابيات رافقها سلبيات وهو احتلال تركي لأراضي سوريا الآن، وأيضا رافقها سلبية أنه احتمال التصادم الآن بين القوات السورية والقوات التركية، ولا نعرف ترامب تحدث عن ذلك اليوم عدة مرات ولا نعرف إذا كان حيحدث هذا الشيء أم لا. مقدار الضغط الروسي لا أعرف على الطرفين كيف سيكون وتحديدا على تركيا، ربما تكون مراهنة أمريكية الآن على ترامب يعني تحديدا أنه هذا التصادم
إذا حدث بين القوات السورية وخلف روسيا وبين القوات التركية سيعيد تركيا إلى حضن الولايات المتحدة بعد أن خرجت منه في هذه السنوات الماضية لأسباب عديدة لها علاقة بسوريا وبغير سوريا أيضا. فأعتقد يعني هناك احتمالات عديدة الآن للمستقبل، لكن ما حدث من إيجابيات مهم التوقف عنده وما يحدث من سلبيات مهم التوقف عنده. وأعتقد أنه هذا مثال مهم على حالة الضياع السائد الآن في السياسة الأمريكية. ليس مطلوب أخي عاطف على فكرة، ليس مطلوب أن يكون هناك سياسة أمريكية بمعنى أنه كما أعطيت أنت مثلا المغرب والجزائر بمعنى أن تكون يعني هذه السياسة الأمريكية راضية للطرفين، لا، هو مهم أن تكون هناك سياسة أمريكية تتعامل مع الأزمة القائمة بين طرفين، وهذا ما هو الآن غير واضح غير معروف. الأمر ينطبق على ليبيا، الأمر ينطبق على السودان. مؤشرات التي تخرج من الولايات المتحدة ليست واحدة، ما يقوله ترامب غير يتناقض أحيانا كثيرا مع ما يقوله حتى وزير خارجيته الذي يعبر عنه. الآن خذوا مثال تركيا، يعني ترامب اليوم عدة مرات في لقائه مع الرئيس الإيطالي لم يشر بشكل سلبي لأردوغان أو لتركيا أو أنه رفض أن يقول أنه أعطى الضوء الأخضر. بينما نسمع تصريحات قوية تخرج من مايك بنس نائبه، وهو لا يعني مايك بنس ومايك بومبيو ذاهبان إلى تركيا الآن. فكيف يمكن حتى في لدى أردوغان وفي تركيا أن يتم التعامل مع شخصين يفترض أن يمثلا ترامب، بينما ترامب هو يطرح أمور مخالفة لما يقوله بنس أو لما يقوله مايك بومبيو، وهكذا على قضايا عديدة يعني. لكن هذه حبيت فقط أقولك نقاط لها علاقة في موضوع أمسية اليوم، وأمل نسمع آراء مختلفة ونعود نسمع أيضا من الأخ سعيد ومن الأخ عاطف. خلينا نسأل الدكتور وجيه مندو ما رأيه في هذا الموضوع، بعدين الأستاذ منير. تفضل يا دكتور وجيه. دكتور وجيه عم تسمعني؟ طيب استاذ منيف عم تسمعني؟ عم بسمعك اخي. تفضل يا دكتور وجيه لانه ما كان طالع الصوت من عندك. لا شكرا كثير لك وشكرا للاستاذ عاطف والاستاذ سعيد. الحقيقه الوضع بسوريا معقد جدا، لكن والنقاط اللي طرحها الاستاذ عاطف والاستاذ سعيد يعني نقاط متفاوته الاتجاهات واحيانا متعاكسه الاتجاهات، من الصعب تحليلها. لكن الشيء اللي انا بعرفه انه رئيس ترامب من الأول قال إنه هو ما رايد يخوض حروب في الشرق الأوسط، وهذا مظبوط وهو ما خاض حروب، لكن ما معناته إنه هو ما بيريد يحط موضع قدم في سوريا لمراقبة التحركات اللي عم تصير بسوريا اللي من ضمنها روسيا وإيران وتركيا. الانسحاب اللي أعلن عنه أنا برأيي ما هو انسحاب حقيقي، هو انسحاب تكتيكي، يعني هو سحب 1000 من الجنود لكن بعدهم شوي عن الحدود، لكن لا يزال بسوريا حوالي 14,000 أو 15,000 جندي أمريكي معسكرين هناك، وخاصة الحدود الشمالية الشرقية الموازية لحدود العراق. طبعاً يعني لو كان بده ينسحب كان شال الجنود كله وسحبهم، لكن هو لا يزال يريد الإشراف عن الفوضى اللي صايرة في الشرق الأوسط. كمان إذا بده ينسحب من سوريا وسحب 1000 جندي، طب ليش حط 3000 جندي في العراق؟ يعني ما شو المناسبة مثلا؟ أنا برأيي إنه هو أعطى ضوء أخضر بس محدود لأردوغان للقيام بالعملية لأردوغان أردوغان وروسيا وأمريكا متفقين عليها، وهو إجلاء القوات الكردية المسلحة من حدود سوريا. لكن بالوقت ذاته وأنا بعتقد أنه ضمنا وسرا يعني حددوا له لأردوغان مدى توسيع العملية، يعني حطوا له حدود منها ما هو معلن انه عدم استقصاد المدنيين مثلا وغيرها، بس في اكيد في امور تانية وخطوط حمراء حطوا له اياها لأردوغان. انا باعتقادي انه العملية التركية راح تكون محدودة، برأيي ما رح يصير صدام بين الجيش السوري. وعلى فكرة
صار مؤخرا يقول الجيش السوري وشالوا كلمة العربي، ما عاد يقول الجيش العربي السوري، صار يقول الجيش السوري. أنا برأيي ما رح يصير في صدام بين الجيش السوري والجيش التركي، لأنه في اتفاق روسي تركي على العمليات في شمال سوريا، وما رح روسيا تسمح أو تخلي القوات السورية تشتبك مع القوات التركية. أمريكا يعني أهدافها في المنطقة هي مراقبة الأشياء اللي عم تصير، وعدم ما بتخلي طرف يتمادى على طرف، وهي بتتحرك الأطراف كلها مثل قطع الشطرنج. يعني ما بده إيران مثلا تتمادى في سيطرتها أو في تدخلها في هذه الأمور. فلكن بالنهاية كل دولة تشتغل لمصالحها. أنا متأكد يعني إنه في بعض الناس يعني عم يلومه أو يعني بكريتسايز تركيا بتدخل، وأنا من يعني كشخص أو كمواطن سوري ما بحب أي دولة تتدخل، لا سوريا ولا تركيا ولا روسيا ولا إيران ولا غيرها يعني. لكن بالوقت ذاته لما أمريكا تدخلت في المنطقة وسلحت الأكراد، والأكراد اجتاحوا معظم الشمال السوري وأجلوا كل المواطنين اللي هناك، واللي 80 أو 90% منهم عرب سنة، أجلوهم واحتلوا القرى وابتدوا يتسلحوا من قبل أمريكا وحاولوا أنه يعملوا دولة، وبمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد وغيرها. بهيك حالي ونحن نعرف أنه الجيش السوري عاجز على مقاومة هالوضع هذا لأنه أمريكا وراهم. فأنا شايف أنه من مصلحة تركيا طبعاً أنه ما تخلي كيان بهالشكل يتكون على حدودها الشمالية. فمن جهة لا أؤيد تدخل أي دولة أجنبية في سوريا أو في أي وطن عربي، لكن بالوقت ذاته أنا أتفهم مخاوف تركيا الحقيقية، وأنه العمل اللي تقوم فيه هي الدفاع عن نفسها طبعاً. وأنا يعني أؤيد هالشيء. شكرا لك يا دكتور وجيه، وخلينا نسمع من الاستاذ منيف ونكمل بعدين مع الاستاذ فؤاد من كندا ومجموعه ثانيه. تفضل يا استاذ منيف. مساء الخير وشكرا عاطف واخ عاطف اخ سعيد صبحي والدكتور وجيه، شكركم. انا بوافق مع الدكتور وجيه انه هذا انسحاب، انت قلت اخ صبحي انسحاب القوات الامريكيه من سوريا، لازم نقول على طول انسحاب القوات الامريكيه من شمال سوريا. يعني basically it's a repositioning of US forces. ما زال في مناطق الحدود مع العراق يعني صحيح. طبعا طبعا طبعا. فيعني بس لحتى اللانجوج تبعنا تكون مضبوطة ما انسحبت الأمريكان. بعدين أنا بوافق كمان مع الدكتور عاطف اللي قال ترامب مضطرب عقليا. هذا مضطرب عقليا واضح يعني من الرسالة تبعه اللي بعتها اليوم لأردوغان. يعني واضح أنه الشخص مضطرب عقليا، يمكن ما أخذ الأدوية تبعه، عنده مشكلة نفسية. يعني he's unfit to be president and حتى بيقولوا بالإنجليزي even a broken clock is right twice a day. يمكن زبطت معه، بس يا أخي أنا ما عم بفهم، بده يوقف الحروب بالميدل إيست. طيب ما أنت سببت الحرب هاي بالميدل إيست، يعني أنه ما بده يشترك. يعني الأكراد مين سلحهم؟ مين دربهم؟ مين عطاهم أسلحة؟ The same people could بيقدروا يسحبوا الأسلحة منهم ويقولوا لأردوغان حلينا التسليح الكردي ودربناهم وهلأ سحبنا التدريب. وأمريكا كانت تقدر تحل القصة، يعني ما في زوم تدخل تركيا وتضرب بالمدافع وبالطيارات الـ F-16 عم يطيروا ويضربوا. يعني بعدين بوافق مع الدكتور وجيه كمان انه الاكراد هجروا، انا ما بقول هجروا العرب السنة، بقول هجروا عرب اللي منهم اشوريين ومنهم سنة ومنهم علويين ومنهم يزيديين ومنهم، يعني هجروا عرب كتير. الحقيقة بدك تأشيرة الدخول لتدخل المناطق الكردية. هذا كان عيب على الاكراد وعيب على الامريكان اللي سمحوا للاكراد يعملوا هيك شيء. بعدين
انا واحد سوري بقول الجيش العربي السوري بضل بقول العربي، وحطوا لي السطرين تحت كلمه العربي بكلمه كبيره كثير، لانه نحن عرب قبل ما نكون سوريين. بس الجيش العربي السوري حرام منهك كثير، ما بفتكر حيقدر يكون منتشر على الحدود بالفعاليه اللي نحن بنتاملها. بس الله معه الجيش العربي السوري، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا لك يا استاذ منيف. نسمع من الاستاذ فؤاد قاسم من كندا اذا عنده راي او سؤال او تعليق. تفضل يا استاذ فؤاد. السلام عليكم جميعا، وتحيه للاستاذ سعيد وللاستاذ عاطف. الاستاذ سعيد اعطانا شويه امل انه في حلول لقربت نهايه الحل الازمه السوريه، والاستاذ عاطف اعطى نظرة ترامب أنه يعاقب أردوغان، وأنا بقول معاقبة أردوغان اتفاقه مع الروس شراء الأسلحة والتقارب مع الأسلحة. لهذه الأسباب الأستاذ عاطف كان يلقي الضوء عليها بمعاقبة الرئيس التركي. أنا هاني في بقول عندي كمان بعض الملاحظات، أنه أرى مواقف وقرارات الرئيس الأمريكي في السياسة الخارجية بيأخذ بمصلحة الأمريكية أولاً، هكذا يخاطب شعبه الرئيس، وفي نفس الوقت يظهر بنفسه حامي الحلفاء ولكن لا يقاتل عنهم، وهذا الأمر لا يدركه حلفائه في المنطقة العربية للأسف. وفي نفس الوقت أيضا يحاول التفاهم مع الخصم حلفائه وفي المنطقة. وهنا يطرح السؤال الأهم للقيادة العربية الفاعلة، أن تقول من هو المستفيد في استمرار هذه الحروب وإلى متى؟ جعل المنطقة العربية ساحة للحروب الأهلية والإقليمية. ألم يحن الوقت للتفاهم والحوار مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول مع الدولة الإيرانية الصديقة والمجاورة؟ فإذا كان الرئيس الأمريكي يسعى للتفاوض مع القيادة الإيرانية، فنحن العرب أولى بقيام هذه المبادرة الإيجابية. وأرى أن مصر القوية هي القادرة بقيام هذه الخطوة لكي لا نبقى رهن مفاجآت السياسة الأمريكية. ولكم الشكر. شكرا لك يا أستاذ فؤاد. وعلى سيرة مصر نسمع من رأي الأستاذ جرجس جرجس، وهو من مواليد مصر أيضا فيما هو يتعلق في موضوع اليوم. تفضل يا أستاذ جرجس. مساء الخير للجميع وشكرا للجميع. الحقيقة السياسة الأمريكية دي يعني تظهرت حاجتين وحشين قوي في يعني بقت سمات لها. نفتكر اللي عملته مع صدام حسين الوزير السفيرة أبريل لما قالت له العراق الكويت مش عارف احنا ما لناش دعوة بالكويت، فكأنها دور أخطر ومستتر لصدام انه يهجم على الكويت. نفس الحكاية متهيألي هي اللي حصلت مع أردوغان، اديته ضوء أخضر إنه يهجم على سوريا بنفس التوريط عشان يتورط في الحكاية دي. والحاجة الثانية إنها شجعت في وقت من الأوقات أكراد العراق إنهم يعملوا دولة، وعملت لهم معونات ومنطقة منع طيران وحاجات زي كده، وبعدين في الآخر تخلت عنهم. نفس الحكاية اللي حصلت مع أكراد سوريا. يعني بيكرروا المقالب اللي بيعملوها دي. فالوضع ده دلوقتي الإخوة اللي بيقولوا إن دي تسوية وإن الجيش العربي السوري حياخد هو المسؤولية، الكلام ده ممكن يحصل لو كان أردوغان صحيح الهدف الأساسي بتاعه هو منع
أو الأمن لبلده. لا ما هو ما يكونش ليه أطماع في الأرض السورية. في الحالة دي هيطمن للجيش العربي السوري إن هو اللي يحمل الحدود. لكن أنا متهيألي إن هو ليه أطماع وفي العراق في أجزاء من العراق وسوريا، فمش سهل قوي إنه يسيب المناطق دي. أرجو إنه يسيبها طبعاً، وأرجو إن الجيش السوري والدولة السورية ترجع وتسيطر على كل المراكز دي. ويعني كان في بداية الحرب دي الوزير المعلم كان بيقول، أو وزارة الخارجية عموماً كانت بتهاجم الأكراد وبتقول دول ناس متمردين، خليهم يعني يشوفوا اللي هيحصل له. فكانوا يعني مبسوطين إن الأكراد هيتضربوا. دلوقتي الأكراد رجعوا لهم غصبا عنهم عشان يرجعوا الحضن الدولة السورية. وده زي ما قال الأخوة إن ده جزء إيجابي في الموضوع. فالحكايات المتشابكة دي مش حتبان إلا بعد يمكن اجتماع بنس مع أردوغان بكرة. فيعني نصلي لربنا إن ربنا يهدي الجميع وترجع الدولة السورية دولة حتة واحدة ودولة متحدة، بغض النظر عن القيادة بتاعتها اللي ممكن تتغير وممكن تستتب تحت الضغوط دي كلها في المستقبل. نرجو ذلك. آمين. شكرا لك يا أستاذ جرجس. ودي سأل الأستاذ حايك إذا كان عنده أيضا سؤال أو تعليق قبل ما لحظة واحدة بس. بالإضافة لكده الخطر الأكبر وهم المسجودين بتوع داعش. نعم نعم. دول هم الخطر الأكبر، واللي الواحد خايف إنهم إن أردوغان يبعتهم على سيناء ولا على ليبيا ولا حاجة ولا على دول أوروبية. صحيح. قنبلة منفجرة في كل الدنيا. صحيح. شكرا لك مرة تانية. أستاذ حايك مش عارف إذا عم تسمعني، عندك سؤال أو تعليق قبل ما أسأل أيضا الأستاذ باسم ونعود نرجع للأستاذ سعيد والأستاذ عاطف. طيب ما عندي طريقة. أستاذ باسم ما عارف إذا أيضا عم تسمعني. يبدو عندنا مشكلة مع الميكروفونات. طيب كمان ما عندي طريقة نسمع رأي الأستاذ باسم. كان بهمني والله أسمع رأي الأستاذ حايك والأستاذ باسم على كل الأستاذ حايك عم سمعني. طيب خلينا نعود للأستاذ سعيد ونختم مع الأستاذ عاطف. تفضل يا أستاذ سعيد. للجميع أنا أعتقد أنه صحيح يعني ترامب نزق ومتقلب وقد يكون مختل، والرسالة التي تحدث عنها منيف هي بالفعل دليل على ذلك. إذا أردت أن تشخص عقلية هذا الإنسان وسايكولوجيزي وإلى آخره. ولكن أنا أقول أن ارتباك السياسة الخارجية الأمريكية، لأن العالم يتغير، هناك ارتباك في كل العالم، بمعنى أن الأحادية القطبية التي تمتعت بها الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لم تعد موجودة، انتهت، أصبح الآن موجود لقوة أخرى. كذلك طبيعة التواجد والحرب لتبرير الولايات المتحدة لديها أكثر من 70، لديها أكثر من 120 قاعدة في العالم، في أكثر من 70 دولة، في أكثر من 100 دولة أعتقد، لا أعرف الرقم المضبوط. والعالم يتغير كما رأينا في ضربة أرامكو على سبيل المثال. هناك اللاعبين الغير الدوليين، بمعنى الجيوش الغير نظامية، تستطيع أن تغير المعادلات. فالأمور تتغير بشكل سريع، وهذا ينعكس بشكل يربك السياسة لكل الدول حقيقة، ولكن بالتحديد للدولة الأمريكية التي تمتعت لفترة طويلة جدا بالهيمنة والسيطرة والوجود وحاملات الطائرات الكبيرة واستطاعتها to project its power، يعني أن تعرض قوتها في أي مكان وفي أي لحظة. فإذا العالم يتغير، وبالتالي هذا ما نراه ينعكس فيما يفعله ترامب. أنا لا أريد أن أبرر له، فهو شخصية نزقة وهو كما
ذكر منيف لا يستحق أن يكون رئيس، وهذا طبعا سيقرره الشعب الأمريكي نأمل في الانتخابات المقبلة. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن العالم يتغير، الصراع وطبيعة شن الحروب تتغير الآن بالطائرات المجنحة والكروز ميسلز وإلى آخره، تغيرت الأمور. أنت لست بحاجة إلى أن يكون لديك 14,000 15,000 جندي هنا هناك وإلى آخره. المملكة العربية السعودية لديها قوة عربية قوية جدا عسكرية، ولكنها لم تستطع أن تواجه 18 طائرة مجنحة أو درون أو إلى آخره كما رأينا في الشهر الماضي. فإذا يجب أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار ونحن نحلل هذا الوضع. أنا أرى أن هذه الإدارة وحتى خارج الإدارة كما تذكر أخي صبحي مساء يوم أمس تحدثت إليزابيث وارن حقيقة قالت ما قاله ترامب، قالت أنا الأوان أن ننهي هذه الحروب، مظبوط هيك قالت. كذلك آخرين بعض النواب الآخرين، الوحيد الذي دافع عن الوجوه وبشراسة هو بايدن، وهو يأتي من المدرسة القديمة، هو الذي شن الحرب على سوريا، هو الذي سلح الأكراد وإلى آخره. فإذا علينا أن نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وشكرا. شكرا لك. طيب قبل ما نسمع تعليق ختام الأستاذ عاطف، أعتقد الأستاذ باسم تمكن من تصحيح الميكروفون عنده، أمل ذلك، والأستاذ حايك. تفضل يا أستاذ باسم. أستاذ باسم. ألو. أيوة. عفوا. لا شك أن قرار الانسحاب كان قرار عشوائي. لا شك أن قرار الانسحاب كان قرار عشوائي، وإذا كان الانسحاب الأمريكي تمهيدا للتسوية، لماذا لم يكن هناك تنسيق مسبق لتفادي الخسائر المادية والإنسانية الهائلة؟ تنسيق والحفاظ تنسيق مع من أخ باسم؟ مع الأكراد والروس. مع الأكراد والروس وتركيا. أوكي. طالما هو وبذلك كان من الممكن الحفاظ على علاقة أفضل مع الأتراك مع الأكراد. طيب شكرا لك. بدي أسأل مرة تانية إذا بعده أستاذ حايك معنا، قادر أستاذ حايك يوصل الصوت من عندك؟ أوكي بعد المشكلة عنده. أوكي طيب أستاذ عاطف تفضل، كلمة الختام عندك تفضل. ثلاث نقاط أخيرة. النقطة الأولى أتفق مع الدكتور وجيه فيما قاله من أن الانسحاب الأمريكي من سوريا هو انسحاب غير حقيقي وغير كامل. نحن نعلم أنه 1000 جندي أمريكي في شمال شرق سوريا، جزء منهم توجه أو الجزء الأكبر منهم توجه إلى قاعدة الطنف في الجنوب داخل سوريا أيضا، وجزء آخر توجه إلى العراق. بل في الواقع ما زالت هناك قوات أمريكية وأعداد صغيرة حوالي 20-30 جندي أمريكي من القوات الخاصة في شمال شرق سوريا، وهذه القوات لها مهام الاستطلاع والمراقبة. النقطة الثانية هي أنه أتفق مع الأستاذ جرجس في أنه ننتظر لنرى الخطوط التفصيلية للتسوية. هذه التسوية خططها سوف تنتظر ليس فقط بعد اجتماعات نائب الرئيس الأمريكي بنس مع الرئيس التركي أردوان غدا في أنقرة، وإنما أيضا هناك قمة أو اجتماع عن قريب خلال أيام بين الرئيسين التركي والروسي في موسكو، أردوان والرئيس بوتين. النقطة الثالثة والأخيرة هي أننا عندما نحلل الموقف الأمريكي في سوريا علينا أن نأخذ في الاعتبار حقيقة هامة، وهي أنه سوريا في واقع الأمر ليست من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، ولم تكن كذلك في أي وقت من الأوقات. سوريا بالنسبة للولايات المتحدة هي كانت وما زالت وستظل منطقة نفوذ روسي منذ عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، ولذلك نجد أن أي تسوية أو حل نهائي في سوريا سيكون
العامل الأساسي فيه هو تنسيق وثيق بين الولايات المتحدة وموسكو، والولايات المتحدة لم تدخل سوريا إلا لسببين اثنين فقط. السبب الأول مكافحة والقضاء على داعش. طبعا الولايات المتحدة في البداية لم تكن تلقي بالا بداعش، وكانت تسمي داعش يعني أيام الرئيس أوباما كان يقول هذه مشكلة إقليمية، على الدول الإقليمية التي خلقت داعش أن تقوم بالتعامل مع داعش. ولكن تغير الموقف الأمريكي عندما بدأت داعش في تفجيرات في أوروبا، وأوروبا طبعا كما نعلم جميعا هي خط الدفاع الأول عن أمريكا. والهدف الثاني من تدخل الولايات المتحدة أو الوجود العسكري الأمريكي داخل سوريا هو طبعا تحجيم واحتواء النفوذ الإيراني. وشكرا لكم. شكرا لك أخي عاطف، لكن أيضا عندي تعقيب على ما سمعته الآن، ويهمني أنه أقول قبل ما نختم هذه الأمسية الطيبة معكم جميعا. من وجهة نظري، لأننا نتحدث عن آراء نحن وليس شيء آخر، من وجهة نظري أنه الولايات المتحدة الأمريكية لها كان مصلحة كبيرة جدا في سوريا، وليس الموضوع تسليم بما كان أيام الرئيس حافظ الأسد. على العكس، هذا كان سبب لوضع موطئ قدم في داخل سوريا، والعراق مع الأكراد كانت هي الأساس لما وجدناه فيما بعد، والعلاقة مع أطراف أخرى من المعارضة. يعني هل نسينا تكلفة من دربت الولايات المتحدة المعارضة السورية بالموضوع الأكراد الذي تكلف كل شخص منهم حوالي يمكن 10 مليون دولار وانتهوا مع جبهة النصرة؟ هل نسينا بأنه هناك كانت لائحة مطالب أخذها إلى دمشق كولين باول أيام جورج بوش الابن، أيضا كان يريد تنفيذها من قبل سوريا ولم تقبل هذه المطالب؟ هل نسينا بأنه سوريا تعني كانت وما زالت الكثير لإسرائيل، إن كان من حيث دعم سوريا للمقاومة اللبنانية أو أيضا حركة المقاومة الفلسطينية؟ فعم نتحدث عن يعني موقع مهم جدا جدا للولايات المتحدة ولروسيا معا. يعني روسيا كان آخر موقع لها هو ميناء طرطوس قبل الأحداث السورية في منطقة البحر المتوسط، و النفوذ الروسي في سوريا كان يعني لروسيا الكثير، وبالتالي من هو خصم روسيا حسب استراتيجية البنتاغون أيام أوباما وليس فقط الآن أيام ترامب، أنه روسيا والصين هما خصمان يجب التركيز عليهما، لأنه حيشكلوا هن قوة المنافسة للولايات المتحدة، كما كان يتحدث الأخ سعيد عن مسألة التعددية القطبية. لكن التعددية القطبية أيضا يا أخي سعيد، ما يحدث في العالم من متغيرات لا يعني حق لأي دولة أن ترتبك سياستها الخارجية، على العكس تماما. يعني الأساس تبقى بالنسبة للولايات المتحدة كدولة كبرى عظمى أو لأي دولة صغرى، يعني من لبنان الصغير إلى الولايات المتحدة، يعني يجب أن يكون هناك بشكل واضح لهذه الدولة سياسي خارجي يتعامل معها، تتعامل مع الأطراف الأخرى والدول الأخرى. وهذا ما هو غائب الآن في ظل إدارة ترامب للأسباب اللي تحدثت عنها في البداية. لكن أهمية أنا في رأيي الآن تعامل مع هذا الموضوع أنه يرتبط ليس فقط في سوريا، يعني ما هي السياسة الأمريكية الآن اتجاه على سبيل المثال إيران، من حالة أنه سيدمر إيران إلى حالة الآن مفاوضات مع إيران لتجميد الأزمة، من حالة كوريا الشمالية تهديده لزعيم كوريا الشمالية بأنه أيضا حيدمر كوريا الشمالية إلى مراهنة كبيرة على الاتفاق معه رغم معارضات مؤسسات الداخل. ما هي السياسة الأمريكية تجاه السعودية على سبيل المثال، من حديث عن أنه هو جاهز للقتال مع السعودية في حال تعرضت لأي اعتداء، وجدنا أنه لم يفعل أي شيء. فالموضوع يتعلق بأزمات عديدة وليس فقط في موضوع سوريا، أنه ليس هناك الآن سياسة خارجية ثابتة وواحدة لإدارة ترامب أو للولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب. وهذا موضع يعني في تقديري موضع أزمة كبيرة لدى كل دول العالم. يعني الموضوع لا يتعلق في متغيرات بمقدار ما يتعلق في حالة ترامب في الولايات المتحدة التي هي رأس العالم، وهذا الرأس مختل، والاختلال فيه يعني كما كلنا كنا نتحدث ليس فقط بالعقل يعني عند ترامب، ولكن أيضا في السياسي، وهذا هو الذي ينعكس على كل هذه الأزمات. طبعا مهم جدا التوقف عند الوضع بسوريا، لأنه هذا يلقي أيضا مزيد من التساؤل، أنه إذا كنت تريد سحب القوات من سوريا لماذا سحبتها فقط من شمال سوريا لما تسحبها من كل الأراضي السورية؟ ولماذا بقيت كما أثار دكتور وجيه السوري، لماذا ما زلت في العراق يعني؟ ولماذا أيضا
زيدت عدد القوات في المنطقة 14,000 جندي منذ شهر أيار مايو الماضي. كل هذه الأسئلة أنا في رأيي تجعل ما هو غامض أكثر غموضا في مستقبل السياسة الأمريكية تجاه الأزمات الراهنة في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط. لما نقول كلمة الشرق الأوسط يعني لها علاقة في إيران، لها علاقة في تركيا، لها علاقة في إسرائيل. فالأزمات اللي هي خاصة في البلاد العربية أو اللي خاصة في منطقة الشرق الأوسط أزمات أنا برأيي مفتوحة لكل الاحتمالات بما فيها الآن وضع في سوريا. مع جزيل الشكر والتقدير لكم على المشاركة في هذه الأمسية وفي الملاحظات التي أعطيت والأراء التي أعطيت، وأمل إن شاء الله أن نلتقي الأسبوع القادم يوم الأربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت واشنطن. على خير جميعاً.